اللي باغي ناكد عليه هو ان الرجل وطني، رجل وطني يمكن كتجاوز الوطنيه ديالو المسؤولين الحكوميين كلهم، كتجاوز الوطنيه ديالو قاده الاحزاب السياسيه، نبصم عليها ونحيد هذه البدله هذه امام الجميع الى فيه شره ديال خيانه الوطن او فيه شعره ديال عدم احترام مؤسسات والمقدسات ديال الوطن. مأكد ومتيقن على انه يمارس حقه في الدفاع عن مطالبه الاجتماعيه واجتماعيه واقتصاديه المشروعه. انا ماشي هنا باش نعطيك اقوى رفع رايه، اللي رفع شي رايه نصر لم يثبت عليه انه رفع اي رايه. ثانيا الا جيتي لحديث الرايه المغربيه او رايه الريف، هذيك رايه المقاومه المغربيه، وهذيك الرايه التي حاربت الاستعمار، وهذه راية يجب أن يفتخر بها الجميع لأنها تذكر بالماضي المجيد للمملكة المغربية، لماضي المقاومة، واللي اليوم ذكرى وفاة قائدها محمد الخامس طيب الله وطن. الرجل وطن، الرجل متشبث بثوابت المملكة، لم يصدر عنه أي إساءة، ليس بالمحضر أي إساءة. إذا كان هناك بعض المندسين أو بعض الآخرين الذين حاولوا أنهم يشوهوا هذا الحراك، لأن الحراك كان سيقود إلى محاكمات ربما كطر فيها رؤوس كبيرة، لا من مسؤولين محليين ولا من قادة أحزاب سياسية كترأسوا بعض الجهات، وبالتالي كنظن أن الجميع ماشي في مصلحته أن هاد الوطنيين بحال هاد الشاب وبحال الشباب أخرين أنهم يوصلوا رسالتهم إلى جلالة الملك، اللي دائما لا زالوا إلى حدود الساعة واثقين في أن تدخله سيفك هذا